توقع 23 خبيرا اقتصاديا في استطلاع أجرته وكالة رويترز توقعوا أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 2.9% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل، وأن النمو سيرتفع إلى 5% في السنة التالية مع انحسار جائحة فيروس كورونا وعودة السياح إلى مصر. يعتبر الرقم المتوقع للسنة المالية 2021 أعلى بقليل مما توقعه وزير المالية محمد معيط في الخامس من أبريل الجاري، وأيضا اقتصاديون آخرون في استطلاع لرويترز قبل 3 أشهر توقع نموا بنسبة 2.8%، بينما التوقع الذي يحظى بإجماع للآراء في أبريل يقل كثيرا عن نمو بنحو 6% كان متوقعا قبل تفشي جائحة فيروس كورونا. نشاهد هذا التقرير عن الموضوع ثم نفتح النقاش مع ضيفنا الأستاذ أحمد ذكر الله الباحث الاقتصادي، ينضم إلينا بعد قليل من إسطنبول. إذن ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من إسطنبول الأستاذ أحمد ذكر الله الباحث الاقتصادي. سيد ذكر الله مرحبا بك معنا. إذن 23 خبيرا اقتصاديا يتوقعون نموا ب 2.9% خلال السنة الحالية تنتهي في يونيو المقبل، وأيضا 5% في 2020-2021. برأيك على ماذا تقوم هذه التوقعات، وهل هي قريبة من الأرقام الحقيقية التي حققها ويحققها الآن الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا؟ سيد أحمد ذكر الله هل تسمعني؟ يبدو أن الصوت لا يصل أو ربما هو يصل. أعتقد أنه من الطبيعي أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الحالي والعام القادم، لأن الاقتصاد المصري في الحقيقة أو معدل النمو الاقتصادي في مصر إذا ما حللناه هنجد أن جزء كبير منه يعتمد على تجارة الخدمات الداخلية، يعني 20% على سبيل المثال من هذا المعدل النمو ما هو للتجارة الداخلية، وبالتالي من الطبيعي أن يعاود النمو لأنه يعتمد على أجزاء داخلية إلى حد كبير هو اقتصاد خدمي ريعي إلى حد كبير، وبالتالي من المنطقي والطبيعي أن يعود النمو، ولكن نعم للأسف الصوت ضيفنا يصلنا متقطعا من إسطنبول، سنحاول سريعا إعادة الاتصال به. كما ذكرنا 23 خبيرا اقتصاديا يتوقعون في استطلاع يتوقعون أن يحقق الاقتصاد المصري نموا ب 2.9% في السنة المالية الحالية، وأيضا إلى نسبة 5%، وهذه نسبة يعني جيدة ربما إذا تمكن الاقتصاد المصري من تحقيقها، لا سيما بعد التأثيرات والتداعيات الاقتصادية الخطيرة والكبيرة السلبية حقيقة لجائحة كورونا، ليس فقط على الاقتصاد المصري ولكن على الاقتصاد العالمي أيضا. الاقتصاد المصري
المصري ربما تمكن كما ذكر ضيفنا سنعاود الاتصال به الآن، تمكن ربما من تحقيق هذه الأرقام بالنظر إلى الخدمات أو القطاع الخدمي في البلاد. أيضا لا ننسى أن قطاع الإنشاءات وقطاع البناءات في مصر لم يتوقف حتى طوال الجائحة، جائحة كورونا. هذا ساهم ربما بشكل أو بآخر في تحقيق هذه الأرقام. يعود إلينا ضيفنا الآن أحمد ذكر الله، أرجو أن يكون الصوت جيدا الآن. لو تتابع معنا أستاذ أحمد الفكرة، ذكرت بأن هذا أمر طبيعي أن يحقق الاقتصاد المصري هذه النسبة من النمو. سيد أحمد هل تسمعني؟ يبدو أن الأستاذ أحمد ذكر الله لا يسمعني، توجد مشكلة في الاتصال. سنحاول مرة أخرى التواصل معه على الأقل حتى عبر الهاتف لنقاش هذا الموضوع. كما ذكرنا توجد ضبابية في المشهد الاقتصادي حقيقة، ليس فقط في مصر ولكن في العالم، مع هذه الموجات المتتالية لجائحة كورونا وحالات الإغلاق المتتالية أيضا في عدد كبير من الدول، وأيضا أعداد كبيرة من الإصابات لكورونا ربما أثرت على المردودية الاقتصادية ليس فقط للاقتصاد المصري كما ذكرنا ولكن للاقتصاد العالمي أيضا. ينضم إلينا الآن الأستاذ أحمد ذكر الله عبر الهاتف هذه المرة. أستاذ أحمد تفضل بإكمال الفكرة فيما يتعلق بتحقيق الاقتصاد المصري لهذه النسبة من النمو كما توقع الخبراء. يعني أنا كنت بقول لحضرتك من الطبيعي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو إيجابي في هذا العام لأن جزء كبير من تكوين هذا المعدل هو عبارة عن خدمات وريع، وبالتالي هذه الخدمات من المرجح أن تعود مرة أخرى. يعني على سبيل المثال تجارة التجارة الداخلية في مصر تشكل 20% من كتلة معدل النمو المصري، والتجارة الداخلية لا تأثر كبيرا عندما يعود الأحوال إلى أو النشاط الاقتصادي إلى مجرياته الطبيعية، ستعود هذه التجارة الداخلية. ولكن النقاط الرئيسية التي يمكن أن نشير إليها أن هذا التقرير وضع ما يمكن أن نسميه مجموعة من الاشتراطات لتحقيق مثل هذا المعدل في العام الحالي، مثل على سبيل المثال عودة السياحة مرة أخرى، وهذا أمر مشكوك فيه إلى حد كبير لأن معدلات النمو الإيرادات السياحية في مصر التي بلغت حوالي 13 مليار دولار عام 2019 قبل الجائحة مباشرة، هذه العوائد انخفضت بشدة في العام الماضي 2020 كانت حوالي 4 مليار دولار فقط. ومن المرجح أنه في ظل انخفاض معدلات إعطاء اللقاح للمصريين، معدلات منخفضة للغاية، وبالتالي من المرجح ألا تعود هذه السياحة بصورة كبيرة جدا إلى الاقتصاد المصري خلال فترة قليلة. طيب. لأن قلت بأن هذه الأرقام نعم أستاذ أحمد قلت بأن هذه الأرقام مرتبطة ومرهونة باشتراطات من بينها عودة السياح، ماذا أيضا؟ ما هي الاشتراطات الأخرى؟ يعني أولا هذا جزء كبير من هذا الرقم مبني على الاستثمار الحكومي، والاستثمار الحكومي كلنا يعرف أنه مبني على الاستمرار في الاقتراض الخارجي، ولا أحد يعرف الصورة الآن في ظل جائحة كورونا وما تعانيه الاقتصاديات العالمية من أزمات كبيرة ومتداعيات كبيرة، هل السوق أصبح مفتوحا لمصر؟ كلنا نعرف أن هناك بعد ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع أسعار الفائدة على السندات في أمريكا وبعض الدول الأوروبية أصبح هناك نزوح من اقتصاديات الدول الناشئة مثل مصر وتركيا ونيجيريا والمكسيك والأرجنتين وغيرها إلى الولايات المتحدة والدول المتقدمة مرة أخرى، وبالتالي أسواق القروض الخارجية أعتقد أنه يمكن أن يحدث على الأقل فيها ارتفاع في أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة وصعوبة في الحصول على بعض القروض. أيضا الشرط الأخير هو تعافي الاستهلاك المحلي لأن هذا النمو المتوقع مبني على الإنفاق الحكومي، مبني على الاستثمار العام، والاستثمار العام
في جزء منه مبني على القروض الخارجية، وفي جزء آخر مبني على كبت الاستثمار الخاص، لأن الاستثمار الخاص يعاني من تزاحم شديد خلال الفترة الماضية، وكلنا رأينا كيف أن مؤشر مدير المشتريات في مصر لأربعة سنوات متتالية في حالة انخفاض مستمر، إلا في بعض الأشهر القليلة، حتى في الشهر الماضي والشهر الذي سبقه كان هناك انخفاض كبير في هذا المؤشر، وبالتالي لا يوجد ما يدل على أن القطاع الخاص في مصر يمكن أن يعود إلى واقع عهده من حيث الاستثمار طيب الخاص. هل الاستثمار يعني ذلك؟ الأجنبي أيضا الذي هو جزء كبير أو جزء مهم من معدل النمو، هو هذا الاستثمار الأجنبي في تراجع مستمر، وكله مبني على الاستثمار في التعدين، وكلها لا تعود على مصر، تقريبا معظم هذه الأموال لا تدخل إلى الاقتصاد المصري ولا إلى دائرة الدخل المصري. إذا فمعظم هذه الاشتراطات اشتراطات صعب تحقيقها. طيب على ضوء كبير. هذه الاشتراطات الصعبة صعبة التحقيق، هل يبدو لك تحقيق الاقتصاد المصري لنسبة 5% نمو في السنة المقبلة يبدو منطقيا وممكنا؟ يعني حتى نسبة 5% قد تكون، ولكن يعني قد تكون مرهونة إلى حد كبير بمثل هذه الاشتراطات، لأننا في دول في عدم عدالة في توزيع اللقاح حول العالم. الشرط الأول هو عودة السياحة والتخلص من تداعيات جائحة كورونا، وكل هذا مرهون بتواجد وتوافر اللقاح للمصريين اولا، ولمعظم الدول التي يمكن ان يجيء منها السياح الى مصر. وانا كلنا نعرف ان هناك انعدام في عداله توزيع اللقاح حول العالم، في دول اوشكت ان تنتهي من تطعيم كل سكانها، بينما في دول صحيح. اخرى زي مصر اقل من 0.5% او 0.25% من السكان طيب. فقط هم الذين حصلوا على اللقاح، وبقيه الدول الافريقيه. اذا حتى صحيح ما يمكن ان لا توجد نقول ربما عنه انه بعد عام نعم من لا الصعب توجد ايضا عداله في تحقيقه. توزيع اللقاحات على المستوى العالمي، هذا ممكن صحيح الى حد ما، ولكن اشرت الى هذه النقطه، نقطه اللقاحات وازمه كورونا. برايك هل نجحت مصر في اداره ازمه كورونا اقتصاديا هذه المره على الجانب الاقتصادي؟ يعني لا نستطيع أن نقول أنها نجحت، لأنها اعتمدت على الاقتراض الخارجي إلى حد كبير، وأنها أيضا اعتمدت على التمويل من جيوب المواطنين، وهذا هو جزء يعني النجاح في من وجهة نظري. طبعا النجاح له مؤشرات كثيرة قد يأخذنا البعض يمينا أو يسارا، ولكن من وجهة نظري النجاح كما فعلت كل الدول أن تستطيع الدولة التخفيف من حدة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية على مواطنيها. هذا لم يحدث في الحالة المصرية، بدليل بسيط الخبر اللي حضرتك قلته منذ قليل، وهو ارتفاع أسعار المحروقات في مصر للمرة اللي مش عارف الكام، يعني حوالي المرة الخامسة أو السادسة في ثلاث أو أربع سنوات، رغم انخفاض أسعار البنزين عالميا، ورغم انخفاض أسعار المحروقات، ورغم انخفاض معدل النمو، معنى ذلك أن النشاط الاستهلاكي لهذه المحروقات انخفض، وبالتالي الدعم انخفض إلى حد كبير وأزيل معظمه بالفعل. وبالتالي نجاح الدولة المصرية مرهون بهذا الشرط، هل استطاعت الدولة المصرية أن تقدم لمواطنيها ما يعوضهم عن هذه الخسائر؟ أنا أعتقد أن الدولة لم تساعد المواطنين، وإن إلا في نزل بسيط جدا، وهو المتعلق بتعويضات بسيطة حوالي 500 جنيه في الشهر العناية اليومية لمدة 6 أشهر، ثم زادت إلى 9 أشهر بعد طيب ذلك. بناء على ذلك أستاذ وبخلال أحمد، ذلك لا يوجد برامج حقيقية. نعم بالفعل في هذه النقطة، نقطة البرامج المواطنين. بناء على ذلك وبإيجاز لو سمحت، كيف ترى المؤشرات الاقتصادية في ظل غياب البرامج كما ذكرت؟ يعني للأسف نحن ندور في فلك ما يمكن أن نسميه أحوال 2009-2010، معدل النمو 5% أو حتى 6% أو 7% اللي كان في 2010 نحن نحاول الوصول إليه فقط. ولكن المشكلة أن الاقتصاد المصري يعاني من بعض الأزمات الهيكلية التي لم يتم علاجها ولم يتم التطرق إليها مطلقا حتى الآن. الاقتصاد اللي بيحقق 6% و7% من 2010 بنحاول نرجعه مرة أخرى على نفس الشكل، على نفس الوتيرة، على نفس الهياكل الاقتصادي، في غياب تام لاستراتيجيات تحسين الزراعة والصناعة، وهم دول القطاعين اللي ممكن ياخدوا الاقتصاد إلى أحوال التنمية الاقتصادية التي يمكن أن يشعر بها المواطن. أما مجمل النمو الاقتصادي الذي يحدث الآن اللي هو عبارة عن مجموعة من القطاعات الريعية والقطاعات الخدمية لا تؤدي إلى شيء بالنسبة لرفاهية المواطن ولا حياته ولا انتشاله من تحت خط الفقر ولا غير ذلك من الأمور. وبالتالي نحن في حاجة إلى علاج الأزمات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وليس فقط المؤشرات الاقتصادية كلها. أشكرك الأستاذ أحمد ذكر الله، الباحث الاقتصادي، كنت معنا من إسطنبول. شكرا.